اهلا بكم النهاردة هنتكلم او الحلقة النهاردة عن برج العقرب واهم توقعات ونصايح وتحذيرات لبرج العقرب لعام 2021 برج العقرب كان تاني برج انا اوريدي عملت برج العذراء هيبقى في البرج اللي على طول اللي قبل البرج ده طبعا انا ابتديت بالاعلى نسبة مشاهدة فاحنا عندنا بالترتيب الاعلى في شهر ديسمبر هو العذراء يلي العقرب يليه الثور دول التوب ثري عندي في ديسمبر هنتكلم عن أهم النصايح والتوقعات والتحذيرات لكل على كل الصعيدة لبرج العقرب على الصعيد العاطفي، على الصعيد المالي، على الصعيد ال العمل والأسرة. طبعًا برج العقرب يا جماعة عايزة أقول إن برج العرب من الأبراج اللي اتدعكت سنة 2021. سنة 2021 كانت سنة كبيسة. سنة صعبة، سنة مليئة تحديات قوية جدًا جدًا على برج العقرب. والعديد والعديد من التحديات المادية يعني برج العرب من الأبراج اللي طالعة من سنة 2020 مديونة أو عليك فلوس كتير جدا يا برج العقرب فأنت من الأبراج اللي كان عندك مشاكل كتير في العمل عندك عدم توفيق أو يعني مش هقول عدم توفيق بس كان عندك عرق كتير جدا في الشغل وفي الفلوس وبرج العرب من الأبراج اللي يعني ما بيحبش يكون مزنوق ماديا فأنت كنت مزنوق ماديا ودي حاجة مضايقاك نفسيا مخليها عندك وجع إن أنت مطلوب منك حاجات كتيرة جدا والدخل اللي داخلك يا برج العقرب ما بي مش بيعمل كفرنج أو مش بيغطي الحاجات المطلوبة منك، فدي حاجة كانت مضايقاك. تعالوا بقى نتكلم عن سنة 2001 2021 أنا كتبت الكومنتس اوريدي، أنا شايفة إن سنة 2021 هي سنة مصرية يعني أنت هتكون فيها شجاع جدا يا برج العقرب، أنا ممكن أسميها سنة المواجهة الكبرى، عندك مواجهات كتير جدا عندك تقدم رغم الضغوطات ورغم التحديات، يعني تقدم بس افتر بيج فايت، يعني انت عندك فايت او ضغوطات كبيرة جدا، بس أنا بصراحة كرخا مش بخاف على برج العرب برج العرب از ا جريت فايتر يا جماعة، يعني محارب قوي، بيستحمل، بي... بيعرف يحط هدف وادكتد للهدف بتاعه. فانا شايفه ان عندكم اه تحديات اه في تحديات في صعوبات في ضغوطات وخاصه في النصف الاول من العام يعني انت بدأ اوريدي انت لسه في 2020 بدا ها تقوم على رجلك بتسند نفسك علشان تقوم على رجلك فانا شايفه ان انت الدنيا في اول السنه ممكن يبقى فيها ابس اند داونز ابس اند داونز يعني حاجات كويسه حاجات مش كويسه سبيشلي الناس nice, العلاقات الزوجيه العلاقات الزوجيه ممكن في شهر يعني خلافات ممكن يحصل شويه خلافات او زعل زوجي سبيشلي من شهر مثلا من اول شهر بدايه اواخر ابريل لحد اواخر جولاي ممكن يحصل خناقات او مثلا انفصال او رغبه في الانفصال خلي بالكم يا برج العرب في بوينت عايزه اقولها اياك يعني ودي نصيحه تخص 2021 إياكو والتسرع في اخذ القرارات المصيريه سواء قرار بانفصال او او ارتباط او زواج يعني تأني واصبر وخليك هادي عارفين انتوا على هادي يا زبادي على هادي يا زبادي يا برج العرب بليز لان لو تسرعت هتفشل وهيبقى في عندك عواقب وخيمه فحاول ان انت تاخد كل القرارات العاطفية والعملية والعائلية بحذر عيلتك هتكبر يا برج العقرب يا إما بزواج منك يا إما أنت هتتجوز أو حد من عيلتك هيتجوز أو عندك مثلا هيبقى عندك أحفاد أو عندك يعني عيلتك الرئيسية هتكبر فأنا أعتقد يا إما أنت اللي هتتجوز إما حد من عيلتك قرابتك من ولادك أو من إخواتك هيتجوز فعندك في فرح في العيلة مطلوب منكم ان انتم تنظموا جهوداتكم تنظموا مصروفاتك يا برج العقرب برج العرب من الابراج يا جماعه لما يكون معاه فلوس تك 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 بيطيرها بسرعه جدا فعشان كده برج العرب عايزه منكم تنظموا جهوداتكم تنظموا طاقتكم تنظموا مصاريفكم الفتره الجايه وخاصه في النصف الاول من العام يمكن النصف الاول من العام هيبقى شويه فيه تحديات اكتر من النص الثاني النص الثاني هيطلع عندك ابس كتيره جدا جدا عندك بدايات جديدة وعندك حاجات جديدة يعني في حركة كتير هتحصل في سنة 2020 وعندك بدايات جديدة وعندك مفاجآت وتقلبات إن شاء الله بإذن الله تكون إيجابية. الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك وقدرتك على الاتصالات هتزيد يعني هيبقى عندك اتصالات مثلا جهات خارجية بحاجة بره الدولة اللي أنت عايش فيها فعندك يعني يعني كوميونيكيشن ليها علاقة بحد في الخارج يعني. ممكن يحصل عمليات تاجيل او تاخير للارتباطات مش عايزاكم تقلقوا خالص يا برج العقرب زي ما قلتوا عندكم ارتباط رسمي سنه 2021 في ارتباط او علاقه هيبقى فيها ابس اند داونز يعني ايه خناق ومصالحه بس هي هتتكلل بال هتتكلل بالزواج اوكي انا شايفه روحه قتاليه برج العرب في سنه 2021 كان عاده اصلا العرب فايتر زي ما قلتلكوا وشايفه ان انت عندكم اصرار على اهدافكم وعندكوا زي هو العقرب لما بيحط حاجة في دماغه بيحققها سنة 2021 أنا سميها سنة العائلة سنة المنزل سنة البيت يعني أنت مهتم جدا جدا بحياتك العائلية يعني عندك أكشن في العيلة يعني في حياتك يعني أنت مهتم بالبيت بالعيلة في وضعك المادي ممكن تغير عربيه او تشتري عقار جديد تشتري بيت جديد تشتري او تنقل من مكان لمكان او مثلا حد من ولادك ينقل من مكان لمكان عندك بناء مسكن او ان انت ممكن تجهز بيت لحد من ولادك شايفاك مبدع يا برج العرب هو برج العرب يا جماعه كرييتيف يعني انت زي العذراء يعني انت انت والعذراء والثور هتبقوا مبدعين سنه 2021 ممكن تحصل عندك ريليشن فيها بعد مسافه عندك علاقه عاطفيه هيبقى فيها بحار يعني بينك وبين الشخص اللي انت هترتبط بيه او هتحبه والعلاقه دي هتبتدي باي ستيب باي ستيب يعني حد هتتعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بنسبه كبيره جدا او هو شخص مش ساكن جنبك في نفس البلد او يعني انتوا من نفس الجنسيه بس الشخص ده في غربه مش انت اللي في غربه الشخص ده في غربه برج العرب هتتعرفوا على بعض هتبدا تدرسه وتدرس شخصيته وهتبدا تتعرف عليه اكثر واكثر وهيبقى عندك يعني هيبقى في ارتباط رسمي او يعني ممكن يحصل ارتباط رسمي مع الشخص ده بس علاقه هتبتدي في هتبتدي في عام هتبتدي العلاقه دي قصدي هتبقى علاقه تواصل اجتماعي عندك قرارات حاسمه يا برج العقرب انا زي ما قلت انا بنصحكم بعدم هو برج العقرب صبور اصلا مش وغامض فانا بس اهم حاجه عندي بلاش السرعه في اتخاذ اي قرارات طيب اكتر شهرين هيبقوا ايجابيين عندك شايفه ديسمبر وشايفه نوفمبر نوفمبر وسبتمبر ومايو وجولاي دولت اكتر ابراج هيبقى فيه ايجابية فيهم فيهم طاقة ايجابية قوية جدا جدا زي ما قلت انت تهتم بعيلتك جدا الفترة الجاية زي ما يكون بتطور حاجات في عيلتك بتحاول تقرب العيلة وشهر عيد ميلادك هيبقى فيه مفاجآت سارة جدا هيبقى فيها حاجة حلوة جدا جدا هتزدهر حالتك العاطفية في الشهور التالية في شهر أبريل في شهر مايو في شهر جون يعني أربعة وخمسة وستة وشهر جولاي ممكن تحصل شوية مشاكل وعكسات ترجع تاني تتحسن حالتك العاطفية في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر برضو نص نص بعد كده ترجع تتحسن تاني شهر نوفمبر وديسمبر افضل انا شايفه ان انت عندك تقدم العمل وتقدم المال هيبقى في الجزء الاخير من السنه، يعني اول ست شهور هيبقى في تقلبات كتيره بس ومواجهات وتحديات بس انت قدها وقدود ايه يا ابو العقارب. بس في النص التاني من السنه انا شايفه في تقدم في يعني في 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 يعني هيبقى افضل شهور السنه هتبتدي عندك في الصيف يعني الصيف واوتم والخريف، الصيف والخريف وبدايه الشتاء عندك ايجابيات اكتر بكتير جدا جدا آآ طيب آآ ممكن تبتدي ببزنس عائلي يعني في بزنس تبتدي مع حد من افراد العيله شايفه ان انتم ممكن مثلا تعملوا زي مشروع مع بعض شايفه فيه بزنس عائلي هبتدي وشايفه ان هو بشجعكم عليه هو بزنس ناجح جدا زي ما قلت خلي بالك ادي فرصه لو في شخص حاول يتعرف عليك بعيد عنك يا برج العقرب انا بشجع على العلاقه دي لان هي علاقه قويه علاقة يعني هتتنقل تدريجيا وشايفه ان هي ممكن تبقى علاقة جادة. في العمل حاول ان انت تبذل مجهود يا برج العرب، حاول ان انت ما تاخدش أي قرارات بنقل شغلك، الناس اللي بتشتغل في شركات، الناس اللي بتفكر تنقل من شغلها انا ما برشحش وما ما نقل العمل وخاصة أول أربع شهور في السنة. يعني خليك ستيبل في شغلك وخليك يعني برج هعرف في مشكله ان هو شوي شويه بيحب يتمنظر شويه قلل كلامك مع زملائك في العمل لان في ناس ممكن تستغل كلام يعني يعني في ناس هتستغل كلام انت هتتكلمه كتير يعني وهيستخدموه ضدك فحاول ان انت ما تتكلمش عن اسرارك في العمل مع الاصدقاء او الناس زملاء العمل على الصعيد الصحي شايفه تحسن قوي جدا جدا لبرج العرب وخاصة برج العقرب في نهايات عام 2020 كان عنده أزمة صحية ومشاكل صحية إلا أن المشاكل الصحية دي هتختفي وهفي تحسن ملحوظ جدا جدا في صحة برج العقرب شايفاك يا برج العرب منطلق شايفة عندك روح التحدي والقوة اه في صعوبات اه في صعوبات في تحديات ايوة يعني هي سنة مليئة زي ما قلت بالتحديات والقرارات المصرية عشان كده خليك مستعد انت قوي بتقدر تتحدى وبتقدر تحارب الحاجات يعني الصعبة الا ان نهاية سنة 2021 هتبقى نهاية سعيدة جدا بالنسبة لك فيها تحقيق أحلام، فيها تحقيق أمنية عشان أنت هتستقبل عام 2022 بنجاحات بتقدم بحب فأنا شايفة إن دي حاجة حلوة جدا. على النطاق العاطفي أحب أنصح مواليد برج العرب اترك الماضي، يعني واضح إن أنت في علاقة مؤثرة جدا جدا عندك من الماضي، العلاقة دي كل ما بتحاول تنساها بترجع لك تاني، لا أنا عايزاك تنسى الماضي فكر بإيجابية، فكر بالمستقبل، استخدم عقلك الباطن إن أنت تحقق كل حاجة أنت عايزها عن طريق أفكارك. ما تفكرش بالمودن شايفه ممكن يكون العرب عندك كانت علاقه متعبه او مجهده جدا انت اوريدي نهيت السنه بانفصال قوي عن علاقه كان فيها خداع او كانت علاقه سطحيه فبالتالي انا بشجع مواليد برج العرب ان هم ينصروا علاقه انتهت سنه 2020 ويبتدوا خطوه جديده لان عندك عندك حب جديد جاية برج العرب بس انسى الماضي يعني اخرج من الماضي بطل تفكر في الماضي بطل تبقى اتاشت الشخص القديم علشان تهدي نفسك فرصة ان انت تقابل اشخاص جديدة انا عارفة ان انت ممكن يبقى عندك طاقة لا انا مش هقابل الحب انا ما بقابلش حد جديد انا ما فيش حد بحبه لا انت هتقابل حد جديد وهتنسى الشخص ده انا عارفة ان العرب من الاشخاص اللي اللي عندهم عندهم ارتباط جدا جدا بالعاطفة يعني هم احنا ما بيعرفوش مش سهل ينسى آه الماضي بس انا بشجعكم بنهاية آه سعيد بنهاية العلاقة وبداية سعيدة في علاقة أخرى بس ادي فرصة للشخص الجديد وما تفكرش في الماضي أنا هفضل أحط 60 خط العقرب انسى العلاقة اللي انتهت في نهاية 2020 يعني علاقة سامة علاقة مع شخص نرجسي علاقة مع شخص كان بيستغلك يا برج العقرب شايفاك بتخرج بتقفل نهاية 2020 بالخروج من العديد من العلاقات السطحية العلاقات المؤذية العلاقات الوهمية المزيفة السامة ليك عقلك الباطن يا برج العقرب يعني اعملوا أنت انت برج عندك روحانيات عاليه جدا عندك قدره رهيبه على التخاطر الروحي فكر بايجابيه عشان تجذب الحاجات الايجابيه في فيديوز كتير جدا انا بعملها عن التخاطر وعن قانون الجذب اتفرجوا عليها لان العقرب من ابراج اللي اللي عنده قدره ربنا سبحانه وتعالى وهي له ان هو عقله الباطن لما بيفكر في حاجه بتتحقق اللي هو عنده بيحس بالحاجه احساسه قوي لان شخص حساس يعني انا عارفه ان برج العرب من 2018 وعنده مشاكل كتير جدا مشاكل ماديه مشاكل عائليه مشاكل نفسيه انا عارفه ان برج العرب من الابراج اللي تعبوا بجد في حياتهم من 2018 كان عندك سقطات ماليه وسقطات عمليه بس يعني بسبب اورينس او عندك معاكسات كتير جدا بس ان شاء الله باذن الله 2021 انت قد التحدي وعندك بتقفل السنه بقفله قويه جدا جدا وعندك مشاكل اه بس انت هتنتصر عليها بكل اراده قويه وبمنطقك وبشجاعتك وب يعني كل التقلبات اللي ممكن تحصل انت انت اللي انت اللي هت هتواجه بقوه وكوكب المشتري هيساعدك على ده آه كبر عقلك يا برج العقرب فكر بعقلك اكتر من عواطفك ما تخليش عواطفك تتحكم فيك خلي مشاعرك هي اللي تتحكم فيك علشان تقدر توصل لكل حاجه انت عايزها آه برج العقرب اخر نصيحه عايزه اقولها لكم أه، انت شخص لما بتحط حاجه في دماغك بتحققها ركز في هدفك حتى مهما كانت التحديات مهما كانت الصعوبات انا عايزه اقول لك اه طبيعي يبقى كلنا عندنا تحديات وصعوبات بس انت هتقدر ان انت تهدم كل الصعوبات دي وتنتصر عليها وتوصل لنجاح ساحق منقطع النظير فما تياسش ما تخليش طاقه سلبيه تتحكم فيك خليك ايجابي جدا مهما كل ما احنا بنتعلم من الصدمات بنتعلم من المفاجآت بنتعلم من الصعوبات حاجة حلوة ان انت شخص بتركز في العيلة زي ما قلت عندك فرحة وعندك فرح وعندك زواج وعندك كل ده هيحصل من اول شهر مايو كل الاحداث المثيرة في حياتك القوية الحلوة هتبدأ تتحرك واشكركم بليز تعملوا شير لكل اصحابكم من برج العقرب المحتاجين يسمعوا الكلام ده او اعملوا لهم منشن وناس تتفرج عليا بليز تابعوني على, على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى فيسبوك تشتركوا في القناة لو اول مرة تتابعوني بحبكم جدا جدا بتمنى لكم كل السعاده وكل الحب يا جماعه برج العقرب من الأبراج المحببه الى قلبي لان ابويا برج العقرب ربنا يديله الصحه ان شاء الله باذن الله وانا من عشاق برج العقرب ومن الابراج اللي فيري كومباتبل معايا او اللي هي القريبه جدا لقلبي عشان انا عذراء فانا بتفق جدا جدا مع برج العقرب وعندي أصحاب كتير برج العقرب my بيست friends يعني آه شكرا بحبكم بتمنى لكم كل السعادة وكل الحب ويا تبقى سنة مليانة مفاجآت كتيرة وسنة تحقيق أحلام شكرا باي باي